السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بيزيد يوسف. اليوم ما شاء الله الدراري في الفيديو جبت لكم اقوى سكريبت لهاد الساعة. سكريبت اللي خرافي خرافي ديال بصح 90% هيد شوت، يعني بعض اللقطات اللي ما غاديش فيها هيد شوت الا طلعتي الايم. يعني خصك تضرب ضربة واحدة في الايم بلا ما تطلع الايم وغادي يجي فيه هيد شوت. وتبعوا الطريقة معايا بحالاش تركبوا سكريبت وبحالاش فعال 100%. و الا ما كنتوش مشتركين نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد، وديروا شي تعليق محفز وشي لايك الا عجبكم الفيديو وبيكس. ونبداو باول حاجة، يعني سكريبت خدام 100% كما كتشوفوا دابا هنايا في الفيديو. يعني سكريبت كيشد في المنطقة تحت البطن، يعني تحت الكرش، ما كيشدش في الراس، ولكن كتجي هيد شوت. يعني الا بغيتي تضرب هيد شوت ما تطلعش الايم، يعني هو ما كيطلعش للراس، يعني غير كتضرب ضربه واحده في الايم وكيطلع وكيضرب هيد شوت، يعني ما كيطلعش الايم. وكما كتشوفوا هنايا يعني الايم فيه كيمشي، يعني وكيجيب هيد شوت. دابا غندخلوا للتدريب ونشوفوا على الناس ولا على الاعداء ديالنا بحالاش كيشد الايم. يعني بدا دابا خصو يكون مقابل معاك باش يشد فواحد المنطقة، يعني باش يضرب هيد شوت. ها كيما كتشوفوا ما كطلعش الايم وكتجي هيد شوت في المنطقة اللي كتشوفوا نتوما في الفيديو. يعني خص بنادم يكون مقابل معاك باش يشد فيه الايم. وننصحكم ما ديروش شي في الكونت ديالكم، انا ما درتوش في الكونت ديالي الاساسي باش الا كان شي بان ولا شي حاجه ما تمشوش خاسرين. يعني الا بغيتو تلعبوا ما تلعبوش في رانكد ولا في رانكد ولا في كلاس سكواد بزاف، حيت يمكن يتباناو بالسينيال. ودابا غادي نخليكم مع طريقه تركيب سكريبت، يعني شي حاجه اللي خرافيه خرافيه ديال بصح، وسكريبت يعني خدام 100% كما كتشوفوا. كندخلوا للارشيف، اول حاجه كنضغطوا على داونلود، كنضغطوا ضغطه واحده على هذا الملف، كنضغطوا على ضغط الملف. هنا كنديروا بي زد 1 ك، يعني 1000. كان يخرج لنا الدوسي هذا، كنركو عليه، كنضغطو على هذا مطولا كوبي، وكنمشيو للاندرويد داتا، وهنا كنديرو كولي. وهكا كيكون خدم معنا السكريبت بدون اي مشاكل. و حتى لنا غيكون سهل الفيديو ديالنا. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد، وديروا شي تعليق محفز وشي لايك وبيكس.